السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا اخوان ان شاء الله راح نفرفر على عشوش نطعمهن، نطعم فراخ الحسون، نساعد الانثى في تغذية الفراخ. واول اشي بعمله قبل ما بلش، خلينا ارجوك كيف انا بطعم او بسوي الاكل تاع الفراخ. طبعا انا بستخدم A21 البودرة هذه، بالنسبة لي بشوفه افضل اشي للحسون، لفراخ الحسون من ناحية التغذية صحيحة للفراخ الحسون A21. فبحط على قدر تقريبا ما بطعم، يعني انا بساعد الانثى مساعدة يعني، وبضيف الها شوية مية، شايفين يا اخوان، وبحرك في المعلقة. طبعا انا بسويش كثير، انا عندي يمكن 3-4 عشوش حين ان شاء الله راح اطعمهن امامكم. بسوي ايش اللي انا ادعم مع الانثى، اساعدها تطعم عندي بيض، تطعم خيار، اكل الحسون العادي، تفاح، بس انا بسوي هذه الخلطة عشان اساعد الانثى. خلينا الحين نكمل خلط دقيقة. بعد ما خلطت اخوان بجيب سرنجة عادية، انا بالنسبة لي بطعم في سرنجة عادية يعني، مش خاصة يعني، بتاع من الصيدليات، بسحب الكمية هذا، انظف راسها وبروح على الفراخ. هاي هذا اول عش عندي، نقرب الصورة شوية، يطلع في شوية خيار وهندباء في محصد للتن. انا هذا الاكل فيه بروتينات وعناصر غذائية غير عن الاكل الموجود عندهم، عشان هيك بساعد الأنثى، بصير نمو الفرخ أفضل. نشوف الفرخ الثالث، أطعمنا فرخين، هاي اول عش اطعمناه، هذا العش الاول اطعمناه. خلينا ننتقل على العش الثاني. العش الثاني تبارك الرحمن، بسم الله ما شاء الله، في 5 فراخ تبارك الرحمن، اليوم عمرهن على ما اتوقع، اليوم عمرهن اليوم الرابع، بدنا نساعدهن كمان برضه كلهن، مع ان الام يعني الحمد لله رب العالمين تطعم في هذا العش، تطعم بشكل كثير كويس الام والابو، بس انا كمان قلت لكم بحب اطعم الفراخ هذولا الاكل هذا، لان فيه فوائد كبيره، بتعطي الطير صحه ونصاحه ونمو كويس مع الاكل اللي بتعطيه ام هنيه. طبعا في اشي بالضاش يوكل اولها، ايه لو صوري لكم، حطيتلنا خيار، بوكل خيار، ايه طعمنا فرخ، حاول نطعم الفرخ الثاني، طالع في محاصيلهن او جوا معدهن مليان يعني، بس ايش انا زي ما قلت لكم بحاول اساعدهن. مش الكل برضى يوكل، يرضى يوكل الأكل لأنه بكون أما مطعميته برضاش يرفع راسه. هاي اثنين أطعمنا اثنين، خلينا نشوف، هاي اثنين رضى يرفع روسهن، نشوف هذا اللي برضى، ها
هذا ارفع راسك اشوف اصغر واحد، ارفع ارفع ارفع، خلاص ميكل هو، يعني احنا بنحاول قدر الامكان نطعمه بس هيو ميكل. خلينا ننتقل على العش رقم، يعني يا اخوان انتقلنا للعش الثالث. في اربع فراخ تبارك الرحمن، طبعا يا اخوان بطعمهم بشكل جيد بس عشان التصوير ماسك في ايدي الكاميرا، في ايدي الكاميرا وبطعم فيهن، عشان هيك صعب علي اطعمهن. لو بديت ثنتين اريح لي. هاي تبارك الرحمن، هذا العش يا اخوان فيه اربعة، نحاول نجيب دقيقة. هاي طعمنا يا اخوان العش رقم ثلاثة، ظل عندي عش في فراخ كمان في اربع فراخ. هيا اخوان عش رقم اربعة، هيا انتو شايفين يا اخوان في اربع فراخ تبارك الرحمن. طبعا هاي انثى منا وتحت بايضة، تحتها خمس بيضات، يعني على نفس الوردة شايفين، هاي على نفس الشجرة. الله يبارك يا رب. بس خلينا طبعا هن في زاوية وبغلبن شوية، يعني صعب اطعمهن بس بحاول قدر الامكان. قلنا لكم هذا الاشي عبارة عن مساعدة للانثى حتى فراخها ظل موهن مليح. هيك يا اخوان، طبعا هذا كمل طعمتين مش عارف اطعم لان الكاميرا بين ايديا. هيك يا اخوان بنكون اطعمنا اربع عشاش تبارك الرحمن. ربنا يبارك لنا ويبارك لكم فيما رزقنا. ما تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.